ده نوع عقاب ملكي شرقي، لان في نوع تاني ملكي غربي، يعني في عقاب ملكي شرقي وفي عقاب ملكي غربي او اسباني، تمام. العقبان هي عقبة تاني اكبر انواع طيور الجرحى بعد النسر. النسر طبعا اللي هو اكل الجيفه، تمام. العقاب هو اللي موجود على شعار الجمهوريه مش النسر، تمام. دي ريجينا، تمام. ريجينا دي بنوته عندها 5 سنين، هي اكبر عقاب موجود في مصر، هي اكبر عقاب موجود في مصر من حيث الحجم مش السن. متوسط اعمارهم من 20 ل 30 سنه في البريه. في الاسر وصل عقاب اصلع اللي هو راسه بيضة اللي هو الامريكي ل 51 سنه، وطبعا بفضل الرعايه الطبيه وان في بني ادم بيهتم بيه. وزنها 4 كيلو ده وزن التدريب، تمام. طول الجناح من الجناح 2 متر و15 من الجناح للجناح لما بيتفرد 2 متر و15. بص، هو السلاح الرئيسي عندها رجلها، ده اقوى سلاح فيها. بعد كده المنصار او المنقار، تمام. انا فاهم دماغها وفاهم اتعامل معاها ازاي. ده في الاول وفي الاخر حيوان بري مش حيوان اليف، فانت فاهم هو بيحتاج ايه ويتعامل معاه ازاي. واي حيوان بري لازم تبقى انت فرض شخصيته عليه، لان انت لو حاسس ان شخصيتك ضعيفه قوي ان انت بتخاف منه هيبتدي هو يفرض شخصيته عليك. مش فكره غدر، هو بيحاول يفرض شخصيته. فبيحاول يفرض شخصيته ازاي؟ ان هو يبتدي مثلا يعضك عضه، فانت رد فعلك ايه؟ خفت وبعدت، ولا ان انت ابتديت ترد عليه وتبتدي تواجهه بحيث ان هو يعرف ان انت اللي مسيطر مش هو. بتبتدي واحده واحده تتعامل معاها، ان انت بتنهلها برده بتجيلك. وفي مرحله ثالثه اللي هي الصيد، بس الصيد عندنا في المدن مش 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 مناسب جدا لنا، لان احنا ما عندناش مكان واسع ان الطير يبتدي يطارد الفريسه ويصطادها. 2012 كان النادي الاهلي اخد استاد اللي هو السلام، فكان في افتتاح للاستاد شهر 8، فتواصلوا معايا يعني وكلموني بحيث ان الطير اللي هو رمز النادي الاهلي برضو اللي هو العقاب يكون موجود في الافتتاح ويطير وكده اهو. والحمد لله سافرنا وعملنا بروفاتنا واليوم مش الحمد لله كويس. اكتر الشائعات المتداوله عن العقاب، هو اولا الناس فاهمه ان النسر هو العقاب، لازم نفرق بين النسر والعقاب، تمام. النسر شعره من فوق هنا اهوت ما بيبقاش فيه شعر، ما بيبقاش ليه شعر، وفي رجليه من تحت برضو هنا اهوت نفس الفكره ما بيبقاش ليه ريش. ده عشان لما بيجي ياكل الجيفه، تمام، يعرف ياكل ما يبقاش فيه حاجه مثلا في تعلق في ريشه. اكتر شائعه الناس مفكراها موجوده على العقاب، بس هي طبعا عن النسر، ان هو مثلا لما بيجي يغير ريش، تمام، بيطلع على جبل عالي ويقعد مش عارف 6 شهور ينتف ريشه كله ويكسر منقاره وضوافره ويرجع يحكي ده من جديد. طبعا المعلومه دي غلط، هو طبيعه الطير ان هو كل سنه بيغير ريش، تمام، بالاضافه الى انه منقاره بيطول دايما باستمرار وضوافره بتطول دايما باستمرار. طيب العقاب بيقدر يشوف مسافه 4.8، يعني حوالي 5 كيلو، تمام، بيقدر يشوف ارنب على بعد 5 كيلو، تمام. طبعا النسر اللي هو بياكل الجيفه بيقدر يشوف حوالي 7 كيلو، تمام. الصقور بتقدر تشوف مسافه 2 كيلو. البوم محدش بصراحه قدر يقيس هي تقدر تشوف قد ايه، يعني ما كانتش في دراسه بصراحه لحد دلوقتي قريت عنها ان هي عن قوه نظرها او عن بعد نظرها. احنا بنغني الطير على اساس ان احنا مثلا لو ماشيين بيه في الشارع في حاجات ممكن هو يخاف منها، فاحنا بنلبسه حاجه ما تخلوش يشوف، بس في نفس الوقت تخليه يعض، يعني هو بقه ممكن يتفتح عادي اهو، تمام، يعض عادي، لكن هي ديت الوسيله الوحيده ان هو ما يشوفش. الطير لما بيبقى جاي بري اي حاجه هو مش عارفها بيخاف منها، لانه بري لسه مش فاهم اي حاجه في اي حاجه. عربيه يخاف منها، موتوسيكل، بني ادم يخاف منه، اي حاجه طبيعيه. طب في البريه هو مش فاهمها او ما شافهاش قبل كده هيخاف منها. واحده واحده بيبتدي تعوده عليها بحيث ان هو يعرف ان دي ما فيش منها اذى ليه او خطر. العقبان تقدر ان هي تصطاد غزلان، مش فكره حجمها كبير، حتى لو حجمها صغير بتستخدم طريقتين. لو الغزاله او الحاجه على مكان عالي تبتدي ان هي تشدها توقعها، فطبعا وقعت الغزاله من مكان عالي هتموتها، فهي تنزل تاكل براحتها. او الطريقه الثانيه ان هي تسيطر عليها في مكانها، ده بيحتاج مثلا ايه طور كبير في الحجم شويه، تمام. ففعليا الغزلان من الفرايز بتاعت العقبان مش النسور، مهما كان النوع لكل طور شخصيه، تمام، بيبقى زي البني ادمين بالظبط، لكل طور شخصيه. في الطير الجبان، في الطير الشجاع، في الطير اللي بيبقى مثلا تدريبه بيبقى سهل شخصيته ضعيفه شويه، في الطير اللي بيبقى صعب، تمام. ريجينا فعليا من الطيور اللي شخصيتها صعبه وجريئه جدا. لو مثلا مكان وانا بدربها مثلا في كلب مثلا بياكل حاجه، لا تنزل تضرب الكلب وتاخد اكله. فاكتر حاجه عجباني فيها ان هي طبعا حجمها اكبر طير موجوده في مصر وان هي شجاعه جدا.